به ما درس من علوم اللغة وفنونها وآدابها، فأثرى عقول أبناء هذه الأمة، وعرفانا لكل ما تقدم يصدر القرار الآتي نصه، قرار رقم 478 لسنة 1991 بمنح الوسام الجمهورية. السيد البروفيسور الدكتور عبد الله الطيب صدر تحت توقيعي في اليوم 16 من شهر جماد الآخر سنة 1412 الموافق 23 من شهر ديسمبر سنة 1991 فريق عمر حسن أحمد البشير رئيس مجلس قيادة ثورة الإنقاذ الوطني. بارك الله فيك.